ما الذي نفهمه من قمة العشرين التي يعني تعمل على تعزيز الاقتصاد وبذات الوقت المناخ في ظل الأزمات الحالية؟ صحيح صحيح، دعيني أحيي الجميع. أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. يعني كما تعرفين أنت أيضا وأشرت قبل قليل في المقدمة، ربما نظريا من الممكن القول أنه في مجموعة تضم 19 دولة زائد الاتحاد الأوروبي تتحرك منذ العام 1989 وحتى اليوم في إطار تنظيم لقاءات سنوية والتعامل مع المتطلبات الاقتصادية السياسية الأمنية في العالم. لكن عمليا من ناحية الترجمة العملية نرى أنه هذه المجموعة مع الأسف الشديد لم تقدم حتى الآن الكثير، لا بالاتجاه السياسي ولا بالاتجاه الاجتماعي ولا بالاتجاه تأمين متطلبات واحتياجات دول العالم الثالث. في البيان الختامي هذه المرة أيضا أنا وأنت تبعنا الكثير من النقاط، ربما كما قلنا بين مزدوجين فيها الكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد لقراءات إقليمية ودولية بطابع جديد. التركيز هذه المرة ما استوقفني تحديدا كان موضوع ضرورة مراجعة عمل مجلس الأمن الدولي من ناحية التركيبة، البنية، اتخاذ القرارات، إلزامية في القرارات. هذه نقطة مهمة أن تناقشها المجموعة بهذا الشكل، وهذا برأيي إنجاز لدول العالم الثالث المتواجدة تحت سقف هذه المجموعة، لأن هذه الدول هي التي كانت دائما تطالب باستحاض جذريا. الآن نحن نعرف أنه في مشكلة أو عائق أساسي من الناحية التقنية في دخول أو ذهاب وراء تنفيذ خطوة من هذا النوع في هذه الأهمية، لأنه مرتبطة بلعبة التوازنات والحسابات للدول الكبرى. استوقفني أيضا نقطة مهمة كما أنا أشرت هنا، دعم دول العالم الثالث في مكافحة الفقر والجوع. نتحدث عن مكافحة الفقر والجوع ونرى تماما كيف إسرائيل تواصل مهاجمة استهداف المدن، تدمير المدن، قتل المدنيين الأبرياء بهذه الوحشية. يعني هذا التناقض الآن مهم جدا، وعلى ضوء ذلك برأيي ينبغي قراءة عمل وإنجازات هذه المجموعة.